هذه القضيه نقلها لي المحقق المعروف الشيخ القرشي نقلها عن الشيخ مغنيه المؤلف المعروف انقل هذه القضيه لان هذه القضيه تمثل فكر شريحه كبيره لا تمثل فردا فقط. قال في يوم من الايام، القضية هي مطولة ولكني أختصر القضية. قال في يوم من الايام جاءني أحد العلماء من القاهرة، عالم كبير وقال لي: أريد أن أبحث معك حول الإمامة. اهلا ومرحبا قلت له هنالك شيئان الشيء الاول انه احنا بحثنا كله يدور حول الايات والروايات الشريف وانا متطهر متوضئ أنا أريد أن تكون أنت متوضأً أيضا، لأنه واحد عندما يقرأ الآيات القرآنية، يقرأ الأحاديث النبوية، هذه الأحاديث، هذه الآيات لها قدسية خاصة، قوم وتوضأ، فقام وتوضأ. الشيء الثاني، إحنا يجب أن يكون رائدنا الحق. إذا انكشفت لي الحقيقة، أنا حاضر أترك دين آبائي وأجدادي بكل سهولة، وأصبح أمويا أو لفظ آخر، وإذا انكشفت لك الحقيقة، فيجب أن تكون من الآن متهيئة أن تكون علوية إذا كشفت لي الحقيقة أنا حاضر أكون أموي طبعا بلفظ آخر إذا انكشفت لك الحقيقة يجب أن تكون حاضر أن تكون علوي قبلت قال نعم يقول بدأنا بالحوار حوار مطول واللطيف ان هذا الحوار سجل ايضا في شريط قلت له النبي عندما كان موجود مضمون القضيه لا اتقيد بالالفاظ النبي عندما كان موجود المرجعيه لمن قال واضح المرجعية عندما النبي موجود للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله قلت له القرآن الكريم يقول فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم أنف... أنفسنا منه علي بن أبي طالب ندعو أنفسنا علي بن أبي طالب بعد وفاة النبي نفس النبي موجود بعد وفاة النبي النبي راح نفس النبي موجود فكأنه هو النبي ليش نروح وراء الآخرين وأخذت أعدد له الأدلة والبراهين تدرون ماذا كانت النتيجة النتيجة غضب ذلك العالم وقال والله لو بعث محمد حيا صلى الله عليه واله وقال لي اتبع عليا واترك فلان، هو النبي الان يجي، لتركت عليا واتبعت فلانا هنات مع الحقيقه مكابره حتى النبي صلى الله عليه واله إذا يقول اتبع عليا أنا ما اتبع علي والقضايا من هذا القبيل كثير الذين وصلوا إلى الحق وعرفوا الحق وكابروا wajahadu <Michael BeHA> <authenticity>